بناء الإنسان واحد من أهم أولويات رؤية مصر 2030. ولو بنتكلم في قطاع الرياضة كان عندنا تحدي كبير جدا، وهو اكتشاف المواهب وتوفير البيئة الصحية لهذه المواهب. واحد من أهم إنجازات وزارة الشباب والرياضة خلال الفترات الأخيرة هي 4 مشروعات قومية كبرى لاكتشاف ورعاية المواهب. لو بنتكلم على كرة القدم عندنا مشروعين مهمين جدا، كابيتانو مصر وستارز اوف ايجيبت، مشروعين بيهدفوا ان هم يشوفوا كل موهبه في كل حته في مصر تستحق الدعم والرعايه عشان يوفروا لها البيئه الصحيه والايجابيه وكل الامكانيات الفنيه والماديه عشان نشوف 100,000 مليون محمد صلاح ومحترفين كتير واسماء كتيره مشرفانا ورفع اسم مصر في الملاعب الاوروبيه. بعيد عن كرة القدم وفي الألعاب الأخرى عندنا مشروع مهم جدا اسمه المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي. عنده نفس الهدف، مدربين متخصصين كشافين مؤهلين بيلفوا كل حتة في مصر عشان يشوفوا كل موهبة تستحق الدعم تستحق الرعاية عشان يوفروا لها الفرصة دي ويوفروا لها البيئة الخصبة، البيئة المحترمة، البيئة الإيجابية الصحية عشان نشوف أبطال كتير بترفع اسم مصر في كل المحافل الدولية. على مدار السنين 4 سنوات الماضية احنا عندنا 2646 ميدالية متنوعة سواء أولمبية، أفريقية، عالمية، عربية. عايزين إن شاء الله العدد ده يزيد ويزيد ويتضاعف. حققنا الكتير ولكن مصر تستحق الأكثر. مصر يليق بها الأكثر. رحبوا معانا بنجوم ورجالة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي. سبورتس إكسبو، بريك يور ريكورد. صباح الخير، أنا محمود حسني، بطل عالم في رفع الأثقال، حققت 3 ميداليات ذهب وحققت رقم عالمي. أنا كانت بداية حلمي كان في شبرا الخيمة. الحلم كان لسه صغير، بدأ يكبر لحظة بلحظة لغاية ما بقيت في المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وطبعا بمساعدته ومساعد سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي والوزارة قدرت أحقق حلمي ونبقى بطل عالم. وأحب أشكر سيادة الوزير طبعاً على كل مجهود اللي عمله مع المشروع القومي. أحب أشكر سيادة الرئيس، وإن شاء الله بوعدكم وبوعد سيادة الرئيس أن أحقق ميدالية في أولمبياد باريس، وأنا وزمايلي كلنا نحقق إنجازات كتير وإنجازات عالمية تفرحكم. شكراً. شكرا جزيلا لرجالتنا والأبطالنا نتاج المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.